يقول السائل: هل يجوز في الدعاء أن أقول اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا؟ وإذا كان لا يجوز فكيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره؟ الإقسام على الله على نوعين: إقسام ممنوع وإقسام جائز. الإقسام على الله أن لا يفعل الخير، الله كان يقول والله لا يغفر الله لفلان، هذا لا يجوز، لأنه تحجر على الله جل وعلا وسوء أدب مع الله جل وعلا وسوء ظن بالله، فلا يجوز هذا. أما النوع الثاني وهو الإقسام على الله أن يفعل الخير، هذا طيب، وهو حسن ظن بالله عز وجل، كما في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا لا بأس به. أما النوع الأول فهو ممنوع، لأنه سوء أدب مع الله، تريد أن تمنع الله، أن تمنع الخير من الله عز وجل، وتمنع الله أن ينزل الخير على عباده، هذا لا يجوز. ولهذا لما قال رجل من بني إسرائيل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط عمل هذا القائل لأنه تجرأ على الله وأساء الأدب مع الله عز وجل وأراد أن يمنع الخير من الله، وغفر الله لهذا المذنب، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا أحد يمنع الله جل وعلا أن يغفر لعباده.